بكم حبابي، مرحبا بكم مجددا في القناة ديالي، قناة الطب البديل والتداوي بالأعشاب. كنتمنى إن شاء الله يكونوا وصفاتي كيفيدوكم وكتلقاو عليهم تحسن وتحسن. كنشكركم في بداية الأمر على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم، والقناة الحمد لله بدأت كتكبر بكم وبالتفاعل ديالكم وكذلك بالمجهود ديالي والوصفات اللي كي تلقاو عليهم نتائج ونتائج. اليوم إن شاء الله جيت نتطرق لكم على الموضوع ديال يعني اصحاب اللي كيعانيو من الكوليسترول المرتفع في الدم. هذا المرض هذا اللي كيقدر لا قدر الله يتسبب لنا في ازمه قلبيه، لان شنو هو الكوليسترول؟ هو مجموعه من الدهنيات اللي كيحتاجها الجسم. ملي كتكون بكثره كيرتفع في مستوى على مستوى الجسم، فهو كيتسبب لنا في ازمات لا قدر الله، سكته قلبيه الى غير ذلك. بالنسبه للاعراض ديالو، انا ما اقدرش نقول لكم الاعراض ديالو لان ما كاينينش الاعراض ديالو. كيفاش كتعرفوا على هذا المرض هذا؟ ضروري كتزوروا الطبيب وكيقوم لكم بالتحاليل وكيكتشف انه واش هذاك الكوليسترول عندكم مرتفع ولا غير مرتفع. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه هائله كتعدل لنا مستوى الكوليسترول في الدم. هذه الوصفه هذه بمكون واحد. اشنو هذا المكون؟ هذا هو الخرشف. عندي هنايا هادو غير الوراق ديال الخرشف، فهو كيكون على شكل عصي واللون ديالو اخضر. انا خديت غير الوراق ديالهم كيف ما هذا الشكل هذا. كناخذو كنديرو في كاس اناء، كنديرو في الاناء ولا كاسروله، كنوضعوها فوق النار وكنوضعوا فوق منه هاد الوريقات هادو، كنخليوهم حتى كيغليو، كنحصلوا على هاد المحلول هذا. فهاد المحلول هذا راه ما فيه حتى شي ملون ولا شي حاجه، راه هو سبحان الله كيعطيك واحد المنظر اخضر، اخضر اللون، اخضر غامق. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ها انا حصلت على كاس ديال المحلول هذا. هاد المحلول هذا ليش وقتاش الطريقه ديال الاستعمال ديالو؟ وقتاش نقدروا نستعملوه؟ كناخذوا هذا المحلول هذا بالنسبه للناس اللي عندهم الكوليسترول في الدم، كياخذوا كاس الصباح وكاس في العشيه. هو المذاق ديالو مر، ولكن النتائج ديالو فعاله في تحسين مستوى الكوليسترول كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي داروا التحاليل ورجعوا يديروا، يعني كيخفض لنا المستوى ديال السكري في الدم. كذلك عنده فائده كبيره بالنسبه للناس اللي كيعانيو من امراض السرطانات، فهو فعال كيقي من امراض السرطان وكيمنعو من انتشار. بالنسبه لاصحاب السمنه، حتى هما كيصلح لهم هذا المحلول هذا اللي حصلت عليه انايا هنايا. اصحاب ديال السمنه كيساهم في يعني في حرق الدهون، وبالتالي ما كيبقاش ما كنبقاوش يعني كنساهم في فقدان الوزن. عنده كذلك فائدة كبيرة في علاج فقر الدم، وهذه المفاجأة، فقر الدم ونقص ديال الحديد. بالنسبة للعظام فهو كيقويهم، كيقويهم هذا المحلول هذا، يعني كيصلح الأمراض كثيرة وكثيرة وفوائد ديالو كثيرة وعديدة، وغادي نطرقوا لها إن شاء الله من بعد. دابا هاد الوصفه هادي جربوها وغتردوا عليا الخبر. كنتمنى ان هاد الوصفه هادي تكون نال اعجابكم ونكون خفيفه على القلب ديالكم، وتجربوها وتشاركوا معايا باش تشجعوا ناس اخرين انهم يجربوها. وما تنساوش انكم تدعموني وتشجعوني، وكنشكركم مره اخرى يعني على التشجيع اللي كنلقاه من طرفكم، اللي كيخليني نبحث ونعطيكم وصفات اكثر واكثر. الوصفه هذه راها مجربه وغتلقاو عليها ان شاء الله بفضل الله نتيجه وتحسن. نتلاقاو ان شاء الله في فائده جديده وفيديو جديد.